بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. على بركة الله توجهت بعثة منتخبنا الوطني إلى الكوت ديفوار استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية اللي هتنطلق بإذن الله يوم السبت المقبل، والاستعداد لأولى المباريات اللي هيخوضها منتخبنا الوطني يوم الأحد أمام منتخب موزمبيق بإذن الله في الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. على بركة الله كل الأمال والطموحات بالتأكيد بيحملها لاعبي والجهاز الفني لمنتخبنا الوطني من أجل إسعاد الجماهير المصرية في كل مكان. كل الدعم والمساندة لمنتخبنا خلال المشاركة في هذه البطولة اللي بالتأكيد هتكون بطولة صعبة جدا، ولكن بإذن الله إن شاء الله رجال الفراعنة قادرون على إسعاد الجماهير وتقديم أفضل ما لديهم في كل المباريات التي من المنتظر خوضها خلال الفترة القادمة. حلقة النهاردة من برنامج الترند أكيد فيها تفاصيل كتيرة، هنتكلم في موضوعات مختلفة، ويمكن النهاردة أكتر اتنين توبيك على السوشيال ميديا موضوع سفر منتخبنا وقرار صدر من الفيفا بعد خطاب تم إرساله من اتحاد الكورة في الفترة الماضية بطلب مد قيد انتقالات يناير حتى الأسبوع الأخير من شهر فبراير. عندي تفاصيل مهمة جدا في هذا الملف، وهنطرح مجموعة من الأسئلة قد تكون فيها إجابات أو قد تكون فيها بعض المعلومات، ولكن لأول مرة ملف القيد والمواعيد هيتناقش بهذا الإطار النهاردة من خلال برنامج الترند، لأن الموضوع ده بالتأكيد محتاجين إحنا كإعلام على المستوى المهني يعني نعرف أسبابه وتفاصيله وكواليسه. في بعض الأمور ممكن تمر مرور الكرام، ولكن في بعض الملفات ما ينفعش تعدي، لازم نطرح فيها تساؤلات عشان تجينا إجابات. وهل الإجابات اللي هتجينا هتبقى إجابات مقنعة، ولا الإجابات هتدينا مدلول على تفاصيل تانية مش واضحة للناس بما تم في الفترة الأخيرة؟ حلقة مهمة جدا وفيها كواليس مهمة جدا، ولكن عشان وقت الحلقة نبدأ بسرعة بسؤال حلقة النهاردة. وسؤال النهاردة من وجهة نظركم، أصعب لقب حققه المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية عبر التاريخ؟ مصر كسبت كأس الأمم 7 مرات، أصعب لقب اتحقق في ال7 ألقاب كانت بطولة سنة كام؟ هل 2006؟ هل 2008؟ هل 2010؟ هل 57؟ 59؟ هل 86؟ يعني تقدروا تشاركوا معنا وتجاوبوا على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، وفي الجزء الأخير بإذن الله هستعرض أكبر قدر من أرائكم، لأن بالتأكيد التفاصيل دي تبقى مهمة جدا نشوف الناس فاكرة البطولات، عارفة أهم المطبات والمحطات الصعبة اللي واجهت منتخباتنا في السنين اللي فاتت ولا لا، وبالتأكيد فرصة كمان وإحنا داخلين على بطولة الكان كأس الأمم الإفريقية في الفترة اللي جاية. عموما نروح لأهم العناوين. البداية في ترند إفريقيا، المنتخب يختتم تدريباته في القاهرة، وكمان البعثة تطير إلى الكوت ديفوار، وأخيرا الجبلاية تعلن مد القيد الشتوي إلى نهاية فبراير. نروح لجولة من مباريات اليوم والنهاردة في استئناف للجولة الأولى من مباريات كأس الرابطة للعام الثالث والموسم الثالث من منافسات كأس الرابطة للأندية المحترفة. في مباراتين انطلقوا الساعة 3 العصر بتوقيت القاهرة، زد بيستضيف طلائع الجيش على استاد القاهرة، والنتيجة تقدم طلائع الجيش بهدف مقابل لا شيء. في نفس التوقيت المصري والمقاولين العرب، التعادل السلبي بين كلا الفريقين. دي أبرز مباريات اليوم وجولة في مباريات اليوم وكأس الرابطة اللي بالتأكيد انطلق امبارح وهتبقى مستمرة مبارياته حتى الأسبوع الأول من شهر فبراير، حتى لا قدر الله لو منتخبنا خرج من كأس الأمم، الدوري لن يستأنف إلا بعد نهاية ختام مباريات كأس الرابطة للأندية المحترفة في الفترة اللي جاية. نخرج إلى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل. النهاردة منتخبنا الوطني أدى التدريب الرئيسي والأساسي والأخير ليه في القاهرة قبل السفر إلى الكوت ديفوار. كان المران الساعة 10 الصبح، وكان في حضور مهم جدا من قبل أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة لمساندة ومؤازرة المنتخب في المران الأخير قبل السفر، وكمان الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي ميكالي كان حاضر مران المنتخب لدعم الجهاز الفني واللاعبين قبل السفر بإذن الله إلى الكوت ديفوار. النهاردة التدريب كان على استاد مصر بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية، وكل اللعيبة شاركت في التدريب الجماعي، وكمان كان في تدريبات استشفائية لعدد من اللاعبين،
وبالتأكيد عدد من اللاعبين لسه في الفترة الحالية بيستمروا بس في استكمال برنامج التأهيل قبل المشاركة بإذن الله الأسبوع المقبل في منافسات كأس الأمم الإفريقية. عشان كده حتى تشكيلة مباراة مصر وتنزانيا كان فيها بعض التعديلات نتيجة غيابات عناصر مهمة لعدم الجاهزية في الفترة الحالية. لكن بالتأكيد طالما فيتوريا اختار 27 لاعب يبقى ابتداء من يوم الحد اللي جاي مع ضربة البداية وصفارة البداية في مباراة موزمبيق ال 27 جاهزين. ده ألف بي يعني بالتأكيد اللي بيتابع وبيتفرج على مباريات المنتخب. فيتوريا لما اختار ال 27 جاهزين معاه من يوم الحد اللي جاي. هنتكلم في جزئية مهمة جدا. لو هنعمل ضغط على منتخبنا والواحد اتعلم كتير في البطولات اللي فاتت وده اللي عمله فيتوريا في المؤتمر الصحفي، سهل جدا يطلع يقول لك منتخب مصر مرشح للفوز بالبطوله، وسهل جدا يطلع يقول لك احنا الطرف الابرز للوصول للمباراه النهائيه، وده ممكن يمثل ضغط على اللعيب على فكره. لكن لما تقول انا بوعد ان احنا هنبذل اقصى جهد، ده شيء يوضح ان انت كمدرب مش عايز تحط ضغط كبير على اللاعبين. لكن تيجي تسالنا انا، بما اننا احنا كاعلام مش عايزين نحط ضغوط على اللاعبين، اللعيبه تروح تلعب تستمتع تقدم مباريات كبيره ومنتخبنا انا واثق ان شاء الله هيذهب بعيد جدا في هذه البطوله. لكن تسالني مين المنتخبات اللي على الورق تقدر تقول مرشحه للفوز باللقب، هم ثلاث منتخبات: السنغال حامله اللقب وحامله اخر نسخه، المغرب رابع كاس عالم في قطر 2022، والكوت ديفوار مستضيف البطوله. الف ب لما تيجي تبص كده على المنتخبات المشاركه، منتخب مصر يبقى دائما من المنتخبات المرشحه للفوز بالبطوله، ولكن انا شايف احنا كاعلام بلاش نقول من دلوقتي منتخبنا هيرجع بالكاس. ده ما بيبقاش منطقي ولا صح على فكره في الاعداد الذهني والنفسي للاعبين. ومحدش يقول لي اصل الاعلام لما يتكلم اللعيبه مش مركزه مع الاعلام ومتركز في البطوله. كل حاجه بتوصل، السوشيال ميديا ما سابتش حاجه للصدفه، كل حاجه هتوصل. ففيتوريا لما اتكلم في المؤتمر الصحفي دايما كان بياكد انا مش بوعد للفوز باللقب، وده كلام سليم جدا على فكره. أنا أتذكر في 98 الكابتن محمود الجوهري رحمة الله عليه قال إحنا ممكن ناخد المركز الـ 13 في بوركينا فاسو، والمنتخب رجع فايز بالبطولة. 2006 مع الكابتن حسن شحاتة ما حدش كان يتوقع المنتخب هيكسب البطولة، وكان في كلام على تغيير الجهاز الفني قبل انطلاق البطولة، ومع ذلك منتخب مصر فاز ببطولة 2006 وراح عمل أقوى أداء في غانا 2010 ورجع من أنجولا 2008 ورجع من أنجولا 2010 وكسبان البطولة للمرة الثالثة على التوالي. فالبطولة دي مش عايز أتكلم على فكرة إحنا مرشح الأبرز أو الأول، مش هتكلم عليها خالص. أنا هتكلم إن في ثلاث منتخبات هي المرشحة بالفعل للوصول للمباراة النهائية والفوز بالبطولة: السنغال الفائز بآخر نسخة، المغرب فريق وصل سيمي فاينال كأس عالم، ده ما حصلش مع أي فريق إفريقي أو عربي، طبيعي المغرب تكون مرشحة للوصول للمباراة النهائية والفوز باللقب، والكوت ديفوار مستضيفة البطولة طبيعي جدا تكون بتنافس بشكل قوي جدا على الفوز بكأس الأمم. دي نقطة مهمة جدا لازم نتكلم عليها كدور إعلامي عشان جمهورنا برضو لما بيسمع ناس بتتكلم إن منتخب مصر لازم يروح يكسب الكأس، ده مش كلام ممكن يبقى إيجابي على اللعيبة وعلى الجهاز الفني، ده مش كلام ممكن يبقى إيجابي. لكن الكلام اللي ممكن يبقى إيجابي لا، نصدر الضغط الفرق منافسة، نصدر الضغط الإعلام فرق منافسة، ده أفضل. وليد الرجراجي المدير الفني للمنتخب المغربي لما وصل سان بيدرو اول امبارح وهي اول منتخبات اللي وصلت للبطوله واول ماتش لسه ليهم يوم 17 يناير، سالوه على البطوله قال لهم لا احنا هنبذل اقصى جهد لينا، لكن مش معنى ان احنا رابع كاس عالم هنكسب البطوله. ده تصريح ذكي، ده تصريح ذكي. فده كان كلام مهم جدا لمنتخبنا اللي حاليا الطياره خلاص في الجو، ان شاء الله توصل للبعثه الساعه 11 مساء بتوقيت القاهره وتوصل بسلامه الله باذن الله. نخرج الى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل. فجأة وبدون أي مقدمات النهاردة الاتحاد الدولي أعلن عن مد فترة القيد الشتوي في مصر حتى 22 فبراير من العام الجاري 2024. النهاردة في تصريحات خرجت من الأستاذ خالد الدرندالي نائب رئيس اتحاد الكورة قبل سفره مع بعثة منتخبنا الوطني، وقال إنه من المحتمل أن يتم مد فترة القيد إلى شهر فبراير بسبب سفر لاعبي المنتخب الوطني إلى أمم إفريقيا، مؤكدا أن الوقت الحالي ليس وقتا اعتياديا أو عاديا. والأستاذ عامر حسين عضو اتحاد الكورة والمشرف على إدارة المسابقات قال مد فترة القيد إلى فبراير قانون من الفيفا. لا تعليق على هذه التصريحات لأنها تصريحات ليست لها علاقة بالواقع إطلاقا، والموضوع أصبح بقى له علاقة بالشفافية، والتصريحات لو فيها إجابات
على التساؤلات اللي هقولها دلوقتي ما كنتش طلعت اتكلمت خالص عن الموضوع. بقالي فترة بسمع همهمات، تصريحات، كلام، يعني في حاجات مش مظبوطة، فكنت ساكت لغاية لما أشوف موقف الاتحاد الدولي، لأن الاتحاد الدولي لا يتخذ قرار في مثل هذه الملفات إلا بناء على طلب رسمي من الاتحادات الوطنية. ده واحد، يعني الاتحاد الدولي مش هيمد فترة قيد سواء في الصيف أو في الشتاء إلا لما يجيله طلب رسمي من الاتحاد الوطني اللي عايز يمد. وبالتالي حاج عامر لما يقول لك ده قانون الفيفا، أيوه هو قانون الفيفا بس بناء على طلبك. مش الفيفا كده من نفسها لك إيه مد للمصريين 3 أسابيع كده في شهر فبراير لعل وعسى يعني إيه تبقى العملية حلوة شوية. ما بتجيش كده يا فندم. والحاجة التانية أستاذ خالد الرندالي بيقول أصلع فيه كأس أمم، وهي كأس الأمم دي النسخة الأولى، ما من سنتين في يناير وفبراير اتلعبت نفس النسخة في الكاميرون، ما عملناش ده ليه؟ قبلها بسنتين كان في نفس الكلام، لا كانت في مصر 2019 اتلعبت في الصيف، وقتها أجلنا الدوري 3 أسابيع عشان فرجاني ساسي يلحق يلعب مع الزمالك بعد كأس الأمم ما يخلص. أنا فاكر الكلام ده حصل في 2019، التاريخ موجود والناس فاكرة ما بتنساش. لكن أنا هطرح موضوع، يعني هطرح عدة تساؤلات على اتحاد الكورة، لو في إجابة من التساؤلات دي واحدة إجابة واحدة مقنعة هنقفل الملف. لو في إجابة واحدة هنقفل الملف. أول تساؤل، هل الاتحاد المصري أرسل مبرر للاتحاد الدولي فيفا عشان يغير موعد القيد والانتقالات الشتوية في يناير إلى فبراير؟ هل في مبرر اتبعت في الخطاب ولا مفيش مبرر؟ أصل لو مفيش مبرر إذن هنا الأمر بيثير الشكوك، هنا في أمر هيثير الشكوك، لأنك عشان تطلب التعديل لازم تجد مبرر. ما أنت لو بعدت كده بايزاوية أنا عايز أعدل، الفيفا يقولك أنت عايز تعدل ليه؟ فلازم يكون عندك مبرر. إيه هو المبرر يا فندم؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، إيه الظرف اللي طرأ فجأة على الكرة المصرية في شهر ديسمبر ولا نوفمبر عشان حضرتك تبعت في سرية تامة للاتحاد الدولي بتطلب فيه مد ميعاد القيد للأسبوع الأخير من شهر فبراير؟ لازم يكون في ظرف طرأ عشان تعمل ده، لازم نعرف إيه هو الظرف. ما احنا في المنظومة معاكم والله، يعني احنا معاكم في الخريطة موجودين معاكم. الحاجة الثالثة، طب نفترض، مش هنفترض، هو في قرار رسمي فعلا، في ناديين ممنوعين من القيد، الزمالك والإسماعيلي، ده أمر مش مخفي على حد، الناس كلها عارفة الموضوع ده يعني. طيب القرار الأولاني كان القيد يخلص 31 يناير أو 30 يناير أيا كان، يعني نادي من الاتنين حل مشاكله المالية يوم 3 فبراير يوم 4 فبراير وجه عايز يسجل ويأيد لعيبة، هل ده هيبقى عدل ما بين الأندية ولا مش عدل؟ ها؟ حد في اتحاد الكورة عنده إجابة على السؤال ده؟ هل هذا سيتعارض مع أو ده انتقالات اللاعبين المفروض على الأندية اللي عندها عقوبات لو اتسهلت المسائل بالنسبة لها في أول فبراير ولا لأ؟ ما أنت كده بتدي استثناء للي عنده مشكلة في القيد، واضحة. الحاجة الرابعة، لما طلبت حضرتك تغير مواعيد القيد، هل الطلب ده بناء على قرار من مجلس إدارة اتحاد الكورة ولا بناء على طلب من رابطة الأندية ولا بناء على نادي بعينه؟ ها؟ عندك إجابة على السؤال ده؟ لما حضرتك بعت خطاب للاتحاد الدولي، هل بعت بناء على طلب؟ قدامكم على الشاشة يمكن ده من الموقع الرسمي للفيفا، احنا مش جايبين حاجة انفراد ولا حاجة يا جماعة، الفيفا النهاردة هو على موقعه الرسمي، أي حد يدخل على الويب سايت بتاع الفيفا هيلاقي الحاجات دي موجودة. النهاردة هو أبديت، آخر تاريخ النهاردة 9 يناير. وأدي قدامكم المواعيد. معاك كان آخره في نهاية يناير، فجأة بقدرة قادر اتمد ل 22 فبراير. الأسئلة اللي سألتها دي، هل حد في اتحاد الكورة عنده إجابة؟ لو عندك إجابة واحدة على التساؤلات دي كلها هنعمل لك تعظيم سلام. بس أنت ما عندكش إجابة لغاية دلوقتي، لأن كل التصريحات اللي بتتقال ملهاش أي علاقة بكل الأمور اللي أنا طرحتها، لأن أنا طرحت على فكرة موضوعات واضحة وصريحة وفي اللائحة وفي القوانين. لكن اللي حصل النهاردة لو ما فيش إجابات على الحاجات دي يبقى هنا هنقدر نقول بصوت عالي إشمعنا؟ لو نادي ممنوع من القيد وحلوا مشكلته في أول فبراير واستغل فترة القيد اللي امتدت ل 22 فبراير، فين العدالة في المنافسة ما بين الأندية؟ إيه المبرر اللي بعته عشان تعدل فترة القيد؟ إيه اللي طرأ على الكرة المصرية السنة دي فجأة
عشان تعدل فترة القيد. الملف ده هيفضل مستمر معايا لغاية لما تجيلي إجابة، بس أنا واثق مش هيردوا. مش هيردوا، لأن لو في ردود على الأسئلة دي كانت اتقالت من قبل ما الفيفا يعلن. لكن لما الموضوع اتقال قبل الفيفا ما يعلن، كانت الناس بتحاول تستخبى، وكانت الناس بتحاول تقول كلام ملوش علاقة خالص باللوائح والقوانين. يقول لك أصل ده قانون من الفيفا، أيوة بس ده طلب منك. يقول لك أصل ممكن ناخد فيه قرار خلال يوم ولا يومين، يا فندم أنت بعت من شهرين ثلاثة، طب قول لي التاريخ اللي بعت فيه الطلب. خلي عندك شفافية ويبقى عندك وضوح وصراحة مع الإعلام، واطلع قول أنا بعت لاتحاد الكورة الاتحاد الدولي يوم 10 ديسمبر طلبت مد فترة القيد في الشتاء. في خطاب زي ده ولا مفيش؟ عندك ميعاد ولا ما عندكش؟ عندك مبرر ولا ما عندكش؟ هنستنى ونشوف. فاصل ثم نواصل. عشنا الأجواء في أبيجان من خلال هذه اللقطات الخاصة والحصرية عبر شاشة قناة الأهلي من برنامج الترند. طب تعالوا نطير على الكوت ديفوار ونروح على طول إلى أبيجان مع معالي السفير شريف سيف سفير مصر في الكوت ديفوار. معالي السفير مساء الفل على حضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. تحياتي ليك، وباذن الله ان شاء الله تكون يعني بطوله موفقه للاشقاء والافارقه في الكوت ديفوار. لكن عايزين نطمن مع حضرتك بالتاكيد على استقبال منتخبنا النهارده اللي هيوصل اعتقد في حوالي الساعه 11 مساء بتوقيت القاهره، التاسعه مساء بتوقيت الكوت ديفوار. الاستقبال التحضير لمنتخبنا في الكوت ديفوار واخر الترتيبات ان شاء الله بالنسبه لاستقبال الكوت ديفوار كاس الامم الافريقيه. تمام. هو الاستقبال النهارده ان شاء الله بتوقيت كوت ديفوار حوالي 8:30 متوقع ان شاء الله وصول الطياره، وان شاء الله هكون في شرف استقبال المنتخب باذن الله وجانب من اعضاء السفاره. هيتواجد ايضا باذن الله معانا يعني نائب رئيس اللجنه المنظمه للبطوله اللي انا التقيته قبل كده، وزملائي في السفاره برضو كانوا حاضرين هذه اللقاءات، وابلغوني برضو ان هيكون في استقبال من رئيس الاتحاد الكوري لكره القدم. زي ما قلت حضرتك يا استاذ محمد، احنا تواصلنا الفتره اللي فاتت مع عدد كبير من المسؤولين الاكواريين في مقدمتهم طبعا وزاره الشباب والرياضه الاكواريه واللجنه المنظمه للبطوله، مهتمين بان احنا يعني نحط بعض النقاط في الصوره علشان توفير سبل الراحه كلها للمنتخب يعني ان شاء الله باذن الله. اتكلمنا معاهم النهارده مثلا في موضوع الاستقبال ان شاء الله، ان هو لازم يكون الاستقبال بصوره سريعه ان شاء الله، احنا مش عايزين يعني يبقى في تاخير ولا حاجه، فان شاء الله باذن الله الاستقبال يبقى بصوره ميسره، وخصوصا ان هيكون في جانب من اعضاء البروتوكول الاكواري منتظر في المطار اليوم. واتكلمنا ايضا في التحرك من المطار الى فندق الاقامه، وفندق الاقامه الحقيقه يعني في وسط البلد، والمطار يبعد حوالي 30 دقيقه يعني، فطبعا هتكون في تامين للسيارات اللي تنتقل من المطار الى فندق الاقامه، بحيث ان يعني نتفادى بعض التاخير، تعرف بتبقى في بعض الازمات المروريه وما الى ذلك يعني، خصوصا ان ابيجان عاصمه كبيره وحركه المرور فيها دايما يعني في حركه عاليه قوي في المرور يعني. اكيد. يعني انا ان شاء الله باذن الله هننتقل بعد كده مع الفريق للاوتيل ان شاء الله، واحنا في ترتيب مع مدير الاوتيل ومع المسؤولين هناك برضو ان نسرع العمليه طبعا بعد السفر ان شاء الله، استعدادا بقى للي قادم بعد كده باذن الله، متمنين التوفيق يعني لفريقنا باذن الله، ربنا يسهل ان شاء الله يا رب باذن الله. طب عدد افراد الجاليه المصريه او الحضور الجماهيري اللي ممكن يكون مصاحب لمنتخبنا في ظل وجود كمان جاليات عربيه كتيره موجودين في ابيجان، ويمكن المنتخب العربي الوحيد اللي هيكون موجود في العاصمه الايفواريه ابيجان هو المنتخب المصري، فهل في حضور منتظر لمباريات منتخبنا في الفتره اللي جايه؟ احنا الحقيقه يعني انا كان من اوائل الحاجات اللي عملتها هنا ان التقيت مع اعضاء الجاليه، والحقيقه في اهتمام كبير من الجاليه المصريه بالمشاركه وبتشجيع المنتخب الوطني، واحنا نقلنا الصوره دي للاتحاد المصري لكره القدم برئاسه الاستاذ جمال علام طبعا، وان شاء الله يكون في تواجد مكثف يعني للحضور جماهيري قوي يعني،
يعني في اهتمام كبير كمان من الجاليات العربيه ايضا، الجاليات الاخرى كانوا مهتمين وكانوا بيتواصلوا معانا للاستفسار عن موضوع التذاكر وموضوع الدخول وما الى ذلك. يعني اللجنه المنظمه يعني مرتبه الاجراءات بقدر الامكان. حضرتك عارف موضوع التذاكر ده في عبر السيستم، مواقع للانترنت للبيع، وفي طبعا منافذ برضو موفرين منافذ في اماكن كثيره لشراء التذاكر، وان شاء الله يكون في يعني تواجد مكثف للجمهور المصري باذن الله. طيب الاجواء في الكوت ديفوار حاليا معالي السفير اجواء حاره وبشوف في نفس الوقت امطار، يعني الجو مناسب ولا الجو الجو هيبقى ازاي؟ يعني هو الحقيقه ده يعني الموسم ده يعني في مطره بس مش بكثافه الحقيقه. الجو حر والى حد ما رطب يعني، ولكن كوت ديفوار يعني مش زي بعض الدول الافريقيه الثانيه اللي هي فوق مستوى البحر، فالحقيقه الموضوع ده ان شاء الله ممكن يعني يكون ايسر شويه من دول ثانيه لعبتنا والمنتخب لعب فيها، كان بيبقى في صعوبه طبعا في التنافس وكده. اكيد. لكن هو الجو رطب بوجه عام يعني، اتمنى ان طبعا معظم المباريات هتكون بتتلعب في فتره مسائيه. بالظبط. فطبعا ده هيسهل شويه من تعود اللاعبين ومن امكانيات يعني ان هم يلعبوا بصوره ميسره مقارنه ببعض الدول الاخرى، زي ما قلت لحضرتك فيها بيبقى في نقص اكسجين، لكن موضوع نقص الاكسجين ده مش موجود هنا يعني. الحمد لله. ان شاء الله باذن الله الامور تبقى سهله يعني. اخر حاجه معالي السفير، مباراه مصر وغانا بتمثل تحدي كبير جدا. غانا على الحدود مع الكوت ديفوار ومتوقع ان في حضور جماهيري كبير جدا لغانا لمسانده منتخبها في البطوله. نقدر في مباراتنا مع غانا تحديدا يعني نقرب شويه من المسافه في الحضور الجماهير ولا يبقى الامر صعب شويه؟ هو الحقيقه حضرتك يعني حطيت نقطه مهمه، لان طبعا هم يمكن على 3-4 ساعات بيكونوا موجودين هنا. بالظبط. طبعا دي هتسهل لهم شويه يعني. احنا من جانبنا ممكن ندعو بعض المشجعين المصريين الموجودين في مدن ثانيه للتواجد، ولكن هو في يعني حتى احنا ملاحظين دلوقتي ان في المدينه في لحد ما تواجد كبير من سيارات غانيه يعني. صحيح. خصوصا يعني في خطوط طيران مباشره والطريق البري اسهل، فهم يعني متفاهمين احنا ان هو الماتش اكنه بتلعب في اقرا او كوماسي يعني، واحنا ان شاء الله باذن الله قادرين على ان احنا نتفوق عليهم باذن الله. معالي السفير شريف سيف سفير مصر في الكوت ديفوار، بشكرك شكرا جزيلا، واحنا واثقين يعني بشكل كبير جدا ان السفاره المصريه كعاده كل السفارات المصريه في الدول الافريقيه تحديدا بتبذل مجهودات مضنيه لمسانده المنتخب او كل المنتخبات الوطنيه وكل الانديه المصريه المشاركه في البطولات الافريقيه. نتمنى التوفيق يا رب للسفاره المصريه وايضا لمنتخبنا الوطني ويكون في مسانده طوال فتره البطوله باذن الله. قبل ما خلص ترند افريقيا وكنا شفنا الكرنفالات والاجواء في شوارع ابيدجان، النهارده احنا بنتكلم على السنغال. السنغال هو الفريق الحامل اللقب، يعني الفريق اللي هو احرز اخر نسخه لما كسب مصر في ركلات الجزاء الترجيحيه. السنغال حتى هذه اللحظه لسه موجوده في بلدها، كانت بتلعب مباراه وديه بالامس، يمكن الاداء في سخط كبير جدا من الجماهير السنغاليه على اداء اليو سيسي المدير الفني للمنتخب السنغالي. تعالوا نشوف وقت الحلقه معاكم وخلص بسرعه وشفنا الاجواء في ابيدجان في العاصمه الايفوريه. طب تعالوا بسرعه بقى للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه عن اقوى نسخه واصعب لقب لمنتخب مصر في كاس الامم. هبه بتقول اصعب لقب كان 2010 خاصه بعد ما حدث في السودان مع منتخب الجزائر وعدم الوصول لكاس العالم والتحدي اللي كان عند اللعيبه، وانا فاكر كسبنا الجزائر في نصف النهائي 4-0. طليان بتقول بطوله 86 بالقاهره اللي منتخبنا كسبها في مصر. نورا بتقول مساء الخير، اصعب لقب 98 اللي الكل كان متوقع نخرج من دور المجموعات، وقتها الجوهري قال هنرجع بالمركز ال 13. ناصر بيقول مساء الخير، اصعب لقب من وجهه نظري نسخه 98 و2008 وهدف جده في النهائي. اخر تعليق معايا سيد بيقول السلام عليكم، اصعب لقب حققه منتخب مصر كان 2008 و2010. دي كانت ابرز التعليقات اللي معايا بالتاكيد النهارده في برنامج الترند والسؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، والنهارده استعرضنا حاجات كتيره جدا متعلقه بكاس الامم الافريقيه، وكانت مداخله مهمه جدا من سفير مصر في كوت ديفوار، وطرحنا ملف مهم جدا وقضيه مهمه متعلقه بموضوع القيد. في الختام بشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، والى اللقاء في حلقات اخرى قادمه من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.